الكلام اكيد عن المباراه الوديه واستعدادات النادي الاهلي لمباراه الزمالك، زي ما احنا عارفين مباراه الاهلي والزمالك يوم السبت القادم في تمام الساعه 8 مساء، مباراه بيترقبها كل جماهير الكره المصريه كالمعتاد، لان هي مباراه اهلي وزمالك لازم الكل بيتابعها في الحقيقه، لان دايما المباريات دي بتبقى يعني مثيره فنيا وبدنيا كمان، بتبقى فيها نديه قويه جدا ما بين فرقتين وما اكبر فرقتين بكل تاكيد في مصر اهلي وزمالك، بالتالي الاستعدادات ليها بتبقى مختلفه وقويه من قبل الفرقتين ايضا، بالتحديد اللي يهمنا النادي الاهلي وتجهيزاته لهذه المباراه. النادي الاهلي النهارده عنده مباراه وديه ابتدت بالتحديد في تمام الساعه 3 عصرا، ومباراه كانت مهمه جدا وهي لسه مستمره حتى الان، مهمه جدا اكيد بالنسبه للنادي الاهلي والمستر فايلر للوقوف على بعض العناصر ومستوياتهم خلال الفترة الحالية، بالتحديد العائدين من الإصابة، وأيضا بعض العناصر ممكن ما كانتش بتشارك على مدار الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. لكن خلينا أقول لحضراتكم بعض التفاصيل المهمة، يعني مثلا تشكيل النادي الأهلي كان النهاردة بيتكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى، خط الدفاع محمود وحيد كظهير أيسر، محمد هاني كظهير أيمن، واثنين مساكين رامي ربيعة وياسر إبراهيم. في نص الملعب كان موجود كل من حسام عاشور وأليو ديانج، وامامهم الثلاثي وليد سليمان واحمد الشيخ ومحمد محمود، بنقول له الحمد لله على السلامه ويشارك في اول مباراه وديه بعد اصابته بالرباط الصليبي، يا رب يكون عائد بمنتهى القوه. والمهاجم الوحيد وليد ازارو. الشوط الاول انتهى بتقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء احرزه وليد ازارو في الدقيقه 44 مع نهايه الشوط. الشوط الثاني حصل بعض من التغييرات في تشكيل النادي الاهلي، هقول لحضراتكم بالظبط. نزل علي لطفي ونزل سعد سمير بيعود من الاصابه، نقول له الحمد لله على السلامه وعوده اكيد مهمه جدا، وايضا شارك محمد عبد المنعم وحسين السيد وصالح جمعه وجيرالدو. دول اللاعبين اللي نزلوا في الشوط الثاني بالنسبه لمباراه الاهلي والاعلاميين، المباراه الوديه اللي بتقام في هذه اللحظات باستاد مختار التتش بالجزيره، واللي بيستعد من خلالها النادي الاهلي لمباراه الزمالك القادمه. استعدادات اكيد كلها قويه ومهمه ومميزه جدا، والكل جاهز لهذه المباراه. طيب المباراة خلاص انتهت في هذه اللحظات وانا بتكلم مع حضراتكم، نتيجة 1-0 بهدف وليد ازارو اللي احرزه مع نهاية الشوط الاول، وبالتحديد جه ضربة جزاء للنادي الاهلي في الشوط الثاني ضيعها صالح جمعة، مش مقياس طبعا على مستوى اللاعب، ضربات الجزاء وارد ان هي تيجي وارد ان هي تضيع، لاعبين كبار جدا بيضيعوا ضربات جزاء، ودي مباراة ودية في الاول وفي الاخر، لكن كويس وجميل جدا ان مستر فايلر بالتحديد يبقى عارف مستويات اللاعبين بشكل ادق من خلال موجة مهمة زي دي. ومعنى المباراة